لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد بصفتك أرملة جيت من أجل أخواتي الأرامل والإخوان المتقاعدين فهاد الوقفة الاحتجاجية لنطلبوا بالحقوق ديالنا كأرامل وكمتقاعدين لهاد الفئة، وكنطلبوا من سيدنا جلالة الملك محمد السادس يعطينا التفاتة، يعطينا التفاتة يشوف لنا الصالير خايب، مجمدين لنا المعاشات ديالنا، ولاد ما خدامين، كل شيء مريض، كل شيء عيان. الله يجزيك خير. كنطالبوا من هذا المنبر كنرجو جلالة الملك حسن محمد السادس باش يعطينا التفاتة كبيرة ويلتفت لينا، احنا ضايعين ومحتقرين وقاصتنا الهشاشة وخاصنا الدور، تضررنا بزاف ومعيشة غلات، كل شيء الأرامل هذو اللي كتشوفوا المرأة ما كاين اللي دايزة 24000 ريال في منطقة، راه غير 12000 ريال، 13000 ريال، 8000 ريال، 10000 ريال، هذا راه منكر، هذا راه منكر أخويا. ومع ذلك كنشوفوا حنا وأنا راجل الله يرحمه كان عنده الديجي ومات، أشنو ذنبي أنا باش تبقى عليا الديجي هذا؟ هو راه مات يحيدوا عليا الديجي الحرفين المشؤومين اللي خلاو لي أنا في عنقي، ما مستافدة من المؤسسة ديال الحسن الثاني، لا إعانة لا تكميلية لا عيد لا والو، على حساب الديجي. كان من هذا المنبر كنطالبوا كناش صاحب الجلالة نصر الله يحيد علينا هذا الحرفين المشؤومين معنوقنا الديجي، راه قهرتنا هذا الديجي وما عندنا فين نمشيو عليها، سيحيدها علينا، وبغينا رد كرامة ورد اعتبار، بغينا عيش كريم ككافة المواطنين. هادشي اللي كنطالبوا الطلبات ديالنا، يحيدوا لنا التجويد على المعاشات ديالنا ويردوا لنا الاعتبار ديالنا والكرامه ديالتنا، نعيشوا عيش كريم، خدموا لنا وليداتنا ويقادوا لنا الامور ديالنا ويخلوا لنا المنضد ديالنا. ارمله راجل ميت في العسكر وما كيعطونيش، ما عنديش المنضد بزاف، كيعطوني كانت المده ديال 26 سنه وانا كنشد 1700 ريال، من بعد ردوها لي 8400 هي اللي عندي حاليا. ودابا جيت للبرلمان باش كنطالب بالحقوق ديالي انا وخوتي الارامل وخوتي المتقاعدين، خصنا العيش الكريم، خصنا الزياده في المنضى، خصنا نعيشوا مزيان، حنا فئه مهمشه. انا دابا انا هادشي راه ما كنمرش، وما كنكونش كنتحدد لي 8400، ما عند اخويا ما دير لي، جيت كنطالب بالحقوق ديالي في البرلمان. حنا من 2018 وحنا كنوقفوا، ما كاين لا زياده لا والو، ما زادونا ما حتى حاجه، ما دابا كنجيو كنوقفوا كنمشيو في حنا. زياده المنضى، العيش الكريم، شحال دير لي 8400 خاي؟ وراه مني اعداد، مني اعداد في الارامل كيشدوا غير هاد جوج بصاصات، كنجيو خاين نطلبوا بالحقوق ديالنا امام البرلمان. انا كندافع على ارامل وكندافع على حقي، انا كنشوف ارامل ضايعين هما ولادهم قراو حتى عياو وكيخدموا مساكين باش يقراو ديك الدراري، الدراري حتى قراو وخرجوا ما دا والو، قلتو ما كاين لا خدمه لا ردمه لا ما كاين حتى شي حاجه، وخدامين في القهاوي وخدامين في الميناج وخدامين منهم انا، انا راجلي حار في الصحراء حتى عيا وقتو معايا المنطه، و16 ريال اش غادير لك؟ راميل كاين اللي كيشد غير 8000 ريال، كاين اللي كيشد غير 6000 ريال، كاين اللي كيشد ما كيشد ديال، وباش نعيشوا حنايا؟ حنا بغينا نعيشوا غير كريم، ما خصنا دار، ما خصنا سكنه، ما خصنا، بغينا نعيشوا غير كريمه، ما خصنا حتى شي حاجه، وحنا كنطلبوا سيدنا يزيدنا في المنطقه وعلى حساب الدراري اللي ما خدامينش، راه ضايعين، راميل ضايعين وحنا ضايعين، المتقاعدين مخير في المتقاعد كيخلص 70000 ريال، ديال اش ديك 40000 ريال؟ واش ديال الكرا ولا ديال الضو ولا ديال الماء ولا ديال المعيشه؟ يلا ديال المنادن. كاش 6000 ريال واش 6000 ريال غتقدني؟ شحال مطيشه؟ شحال خيزو؟ 1000 فرانك بطاطا 260 باش ما تعيش هاد الهجاله باش؟ والولاد تيقراو ها هما سالاو قراوتهم كاش تيديروا؟ ما كيديروا حتى حاجه، الامتحان اللي دوزو تيقولوا لي سي عندك شي؟ جا معاك شي حد؟ ما جاش معايا سير تنعيطوا عليك، ما كاين بوعيات ما كاين حتى شي حاجه، بغينا غير ولادنا يتنفعوا. هما هما مشاو عند الله، حتى حنا غنتبعوهم، حتى هما اللي شادين لنا الحق ديالنا، حتى هما غيتبعوه، ويمشي عند الله سبحانه الا واش كل واحد اش مقابله واش كيتسناه، مره ما غنديو منها والو والو. انا البنت عندي تدخل شهر ثلاثة، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يخليوا لي ديك الخلصة كاملة نعيش بها تنموت. الله ينصر سيدنا ويطول ليه في العمر، وكنطلب من الدولة تخلي لي ديك الخلصة ديال الراجل نبقى تنموت بها. راه هي باش نكبر بها اللي بقى عندي في الدراري يعيش معايا، نعيش بها مستورة. لأن داك المصلح يخلوا لي ما قادنيش، هادشي اللي كنطلب أنايا. أنا مريضة، عندي الغدة الدرقية وعندي الركبة، أنا واقفة غير بالزز، وليت عايشة غير بالدواء. أنا وليت دابا عايشة غير بالدواء، أنا كل يوم وليت أمرض، لو كان قدرت نخدم نخرج نخدم، ولكن ما قديتش.
كنتمنى من الله يخليو لي داك الشيء ديك الخلصه اللي يحيدوا البنت يردوه ليا انايا، يخليوه ليا نعيش به حتى نموت، نعيش به بكرامه. هادشي اللي كنطلب انايا، ما كنطلبش حاجه اخرى.